ميقات الولا، نور من كربلاء، موعظة للنساء، ترضي رب السماء، ترضي رب السماء، فيه قلوب ناصرة، نحيي أمورا طاهرة، بعبادات وذاكرة للدنيا والآخرة، للدنيا والآخرة. رباه وفق للزيارة كل من يشتاقها، واقرر إلهي كل عين، وارحم دموعا عند ذكر مصابه، تجري أسا رقراقة في الوجنتين، رباه وامح بها جميع ذنوبنا، واغسل بها أرواحنا في النشأتين، حب الحسين إليك خير وسيلة، رباه فاملأ قلوبنا حب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نتقدم بأسمى وأحر آيات العزاء والمصاب إلى مقام مولانا الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وإلى جميع علمائنا الأجلاء والمؤمنين والمؤمنات، وإلى شيعة آل بيت محمد خاصة سلام الله تعالى عليهم أجمعين، بذكرى استشهاد مولانا سيد الشهداء وأيضا أخيه المولى أبي الفضل عباس عليه السلام. مشاهدينا الأكارم، أعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، ونكون وإياكم في حلقة جديدة متجددة وبرنامج ميقات الولاء، برنامجكم الذي يتناول النصرة الحقيقية للمولى سيد الشهداء فكريا وعقائديا وثقافيا. نكون وإياكم إن شاء الله تعالى، ونذهب إلى فاصل، وهذا الفاصل يتضمن ذكر جملة ذكرت في دعاء المولى الإمام الصادق سلام الله عليه. رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وشرورا أدخلوه على نبيك، وإجابة منه لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضا. أعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم مشاهدينا الكرام، وبهذه الجملة التي ذكرت في دعاء المولى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نجده أنه ينتقل في إشارة مهمة جدا، وفي بيان أهداف زيارة قبر المولى سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه، ونتيجة أنه يخرج الزائر للزيارة المباركة تكون هناك رسالة عظيمة، ولهذه الرسالة تكون أهداف معينة. اليوم نتساءل، نسأل أنفسنا ونسأل الزائر الكريم، ما الذي جعلك تتحمل عناء الطريق وأذى الطريق في سبيل أنه تصل إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام؟ لكل منا يطرح هذا التساؤل ويجيب بينه ما بين نفسه. فيذكر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الجملة وفي هذا الدعاء المذكور، رغبة في برنا جاءوا هؤلاء المشاة والحفاة والزائرين الكرام، رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وأيضا سرورا أدخلوه على نبيك، وإجابة منه لأسرنا. الزائر الحسيني اليوم مشاهدينا الكرام يجب أن يكون في نصب عينيه بأنه
في زيارة الإمام الحسين عليه السلام. لذلك أغلب خطبائنا خطباء المنابر يحثون الزائر اليوم، ولعله في مجالس العزاء ومجالس الذكر التي تقام اليوم يذكرون آداب وضوابط والالتزامات والتوجيهات التي ينبغي للزائر الكريم الالتزام بها، لكي يكون إن شاء الله هو أهلا بأن يحمل هذا الوسام ويتقلد به في عرصات يوم القيامة. هنيئا لزائر الإمام الحسين عليه السلام في يوم القيامة، ويقدم له الله تبارك وتعالى الأجر والثواب الجزيل أمام الثقلين وأمام الخلائق أجمعين. فيعرج الإمام الصادق عليه السلام ويقول إنه رغبة في برنا، في بر أهل البيت عليهم السلام، يرغب في بر آل محمد سلام الله تعالى عليهم أجمعين، ويرجو ما عند الله تبارك وتعالى من الخير المنبثق نتيجة الصلة بأهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وأن يكون بذات الفعل بفعله وبزيارته وبعمله وعطائه وهذه الخدمة التي تقدم في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، بهذا الفعل يقدم ويدخل السرور على قلب أهل البيت عليهم السلام. ليكون واحد منا نستجير بالله اليوم يسيء بأخلاقه بعذر، أو لربما أنه يبرر إلى نفسه أنه أنا أخدم الإمام الحسين عليه السلام. لا، أنه طريق الإمام الحسين عليه السلام هو اللي قوم سلوكياتنا، وهو اللي صحح إن شاء الله بعض من السلوكيات الخاطئة اللي تصدر منا، سواء كانت لفئة المراهقة أو الشباب أو حتى الأطفال. نتمكن إن شاء الله اليوم أن نغرس في نفوسهم وعقولهم المنهج والسلوك القويم والمبادئ الحقة التي جسدها المولى سيد الشهداء عليه السلام في واقعة عاشوراء. كذلك عندما يدخل هذا الزائر السرور على قلب الإمام الحسين عليه السلام وعلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه في زيارته يوطن نفسه في تلبية أمر أهل البيت، ويكون واعيا بأنه زيارة الإمام الحسين عليه السلام تشكل غيظا لأعداء آل محمد عليهم السلام. لذلك هنا التفاتة بودي مشاهدين الأفاضل أنه نتوقف عليها، هي يتحمل الزائر اليوم مسؤولية خروجه إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام فكريا. كل زائر هناك مسؤولية ملقاة على عاتقه أمام الله تبارك وتعالى، ماذا يريد اليوم من خروجه، وأي من الرسالة التي يود أنه إيصالها إلى العالم أجمع. لذلك زيارة الإمام الحسين عليه السلام وهذه المسيرة العظيمة وهذا التجمهر المليوني والكرنفال العظيم لهؤلاء المشاة وهؤلاء الزائرين يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى، وقبل ذلك يحتاج إلى النية الخالصة الصادقة بإذن الله تبارك وتعالى. كل التوفيق إن شاء الله لزوارنا الكرام، قبول الأعمال والزيارة، وأيضا التوفيق والتسديد في خطى كل خدمة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. مشاهدين الأكارم، نكون وإياكم الآن ونذهب إلى فقرة أخرى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام على زوار مولانا قبر الحسين عليه السلام، والسلام على محبي المولى سيد الشهداء عليه السلام. مشاهدين الأكارم، أعظم الله أجوركم مرة أخرى، ونكون وإياكم الآن وفقرة قلوب ناصرة. إن شاء الله نتوقف على مصداق آخر من مصاديق النصرة الحقيقية للمولى سيد الشهداء عليه السلام، ومن خلال هذا البرنامج برنامج ميقات الولاء نتوقف على مصداق آخر من مصاديق نصرة الإمام الحسين من خلال زيارة الأربعين الخالدة، ألا وهي إعلان الولاء الحقيقي لأهل البيت عليهم السلام من خلال هذه الزيارة المباركة. إذن نتوقف إن شاء الله تعالى وإياكم على الولاء وأقسام هذا الولاء، وأيضا كيف لنا أن نعلن الولاء الحقيقي لأهل البيت عليهم السلام من خلال زيارة الأربعين المباركة.
واقعا من القيم الجمالية التي تتجسد وتجسدت في مدرسة كربلاء في واقعة عاشوراء، قيمة الولاء لأهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا ما ذكره أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام حينما قال: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير. جسدت معنى الولاء الحقيقي على أرض الحسين وأيضا في ظهيرة عاشوراء من خلال أهل بيت وأصحاب وأنصار المولى سيد الشهداء عليه السلام. هذا درس لنا كموالين وكشيعة ومحبين لأهل البيت عليهم السلام، أن نعلن الولاء الحقيقي لمولانا سيد الشهداء عليه السلام ولمدرسة أهل البيت عليهم السلام من خلال زيارة الأربعين، ونستثمر هذه الزيارة المباركة لنا. نخوض بالحديث أكثر إن شاء الله مع ضيفتنا الفاضلة المتواجدة معنا في الأستوديو، الأستاذة أم فاطمة الحيدري، مديرة حوزة الإمام الحسن النصوية في كربلاء. أعظم الله أجوركم إن شاء الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. أستاذة أم فاطمة، نخوض بالحديث أكثر حول، خلينا نقول أنه مهمة ووظيفة وتكليف الموالي والمحب لأهل البيت عليهم السلام أن يعلن ويطلق الولاء الحقيقي، ولعله يعاهد مولاه سيد الشهداء عليه السلام حينما يصل إلى ضريحه المقدس بأن يعلن ويطلق الولاء الحقيقي المبارك. بداية، ما هو الولاء وما هي أقسامه لكي ندرك عظمة هذا الأمر وأكيد المشاهد الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة الولاء مسألة جدا مهمة، ارتباطها ارتباط وثيق بمسألة الإمامة. متى ما أني عرفت تكليفي أنه أنا شون أولي إمامي، إيش راح يكون هنا؟ راح تكون مسألة الولاء مسألة موجودة ضرورية. مولاي الحسين عليه السلام لو كان في يوم العاشر من محرم، أعداء الحسين عليهم السلام فهموا معنى الولاء لإمام زمانهم، ما كان فعلوا الذي فعلوه. عكس منه؟ عكس الأصحاب عليهم السلام، عكس الأنصار عليهم السلام، فهموا معنى الإمامة وفهموا معنى الولاء للإمامة. الإمامة بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أنه يتوفر عندي المودة والمحبة، أني أطيع إمامي صحيح، لكن يجب ويا الطاعة يكون ولاء محبة وطاعة. المسألة الأولى. المسألة الثانية الضرورية أنه الاعتقاد للمذهب، أنه أنا فعلا أعتقد هذا إمامي. الاعتقاد هنا شيء جدا ضروري. المسألة الثالثة اللي هنا مذكورة أنه الحب والتفاني. يوم اللي أدري هذا إمامي مفترض الطاعة، بعد تكون حياتي مو ملكي، حياتي لمن؟ ملك لسيدي ومولاي إمامي، إمامي صاحب الزمان، أو إمامي صاحب زمان، يعني أنا في أي عهد كذا. فهنا مسألة الولاء، متى ما كان الإنسان يحب إمام زمانه ويفدي نفسه لإمام زمانه راح يتوفر عند الولاء. مثل ما نعرف الولاء نوعين، إما ولاء ظاهر وإما ولاء خفي. الولاء الخفي أنه أنا أعرف أنه قضية الإمام الحسين عليه السلام قضية حقيقية، لكن الولاء شو تكون؟ داخلية. فقط حزينة يعني. أي تقديم ما عندي، أي تقديم لنصرة قضية الإمام الحسين ما عندي، مو هذا الولاء الحقيقي. الولاء الحقيقي لما إحنا الآن ننشر قضية الإمام الحسين عليه السلام للعالم أجمع، ما ظلت فقط في قلبي، وين راحت؟ راحت للعالم أجمع، ظهرت المظلومية للعالم أجمع. أنا هذا هو الولاء اللي الإمام الحسين عليه السلام يريده، واللي مطلوب من عندنا تمهيد الإمام عجل الله تعالى سلام الله عليه، المطلوب لتمهيد لدولة العدل الإلهي على يد المولى سلام الله تعالى عليه. الأستاذ الفاضل أم فاطمة، كما هو معلوم للجميع هناك ولاء يكون داخل قلب الإنسان، الولاء المستتر. علماء الأخلاق كما يعبرون أنه هناك ولاء مستتر وولاء بارز يعلنه الإنسان. هناك من يقيم العزاء على مولانا سيد الشهداء، يشارك في خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام، يحيي ذكرى أهل البيت عليه السلام ويعظم الشعائر الحسينية. فبالتالي هناك حركة وتفاعل ونشاط من قبل هذا الإنسان. هناك من يكتفي واقعا في حب أهل البيت عليه السلام، وهو مأمور في ذات الوقت أنه يعلن الحب كما طبعا عبرت الآية القرآنية
في ذلك مضمون الآية المباركة أنه المودة في القربى. يحتاج الإنسان لا يكتفي أنه في حب آل محمد سلام الله عليهم أجمعين، بقدر ما يعلن هذا الحب ويعلن هذا الحب أنه يصبح مودة لأهل البيت عليهم السلام. فبالتالي أنه كيف يعلن الولاء ويطلق هذا ولاء وحب لأهل البيت عليهم السلام؟ من خلال زيارة الأربعين، وبالتالي أنه يوصل رسالة وفكر ومنهج وثقافة أهل البيت عليهم السلام إلى العالم أجمع. الولاء الظاهري، نعم. إذا الإنسان حب يتساءل مع نفسه، هل هو واجب شرعي؟ بلي، الولاء الظاهري واجب شرعي. نعم. إحنا إذا أردنا نجيب الإمام الحسين عليه السلام عندما نادى هل من ناصر ينصرنا، يجب أن يكون هذا الولاء. أهل البيت عليهم السلام في كل حالات اللي مرت، في كل الدول التي مرت والحكومات التي مرت، كانوا ينصرون أو كانوا يطلبون يعني شغلة واحدة، مهمة واحدة، أنه لا نترك زيارة الحسين عليه السلام. ليش؟ لأن هذا تكليفنا الشرعي. إحنا الآن هذا تكليفنا، أنه ننصر قضية الإمام الحسين، إما بزيارة الإمام الحسين، إما بالمسيرة المليونية الأربعينية. هذا كله شنو؟ نشر مظلومية الإمام الحسين عليه السلام و رد حق من حقوق الإمام علينا. هذا شيء واجبنا الشرعي. هذا أحسنتم. طيب، هل يقتصر أنه إعلان الولاء بصورة حقيقية يتجسد على أرض كربلاء الحسين؟ يعني بمعنى آخر، فقط يشمل هذا إعلان الولاء زوار الإمام الحسين عليه السلام، أم كل إنسان مولى ربما لا يتمكن إلى القدوم إلى كربلاء الحسين، أو قد يحول بين وبين مرقد الإمام الحسين مسافة، بعد المسافة قد يكون؟ دورنا كمستخدمين اليوم وكمشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي، كيف نستثمر زيارة الأربعين الخالدة من خلال بث بعض من البوستات أو نشر بعض من الأمور التي تعلن الولاء لأهل البيت عليهم السلام برأيكم، وخصوصا في هذه الأيام؟ في قضية الإمام الحسين مثل ما ذكرت قبل قليل، أنه هي قضية تكليفية بالنسبة لنا قدر المستطاع. في بعض الأحيان أنا أسمع من الزائرين أنه أنا فعلت فعل واحد لنصرة الإمام الحسين اللي مطلوب من عندنا، فعل كل ما نستطيع للإمام الحسين عليه السلام. أنا مثلا إذا كنت أحضر الطعام لإمام الحسين، هذا ما يمنعني أنه أنا أنشر مظلومية الحسين عليه السلام في الإنترنت. بالعكس، يمكن أنا إذا ما جريت هذا المجرى يسبب علي إثم أنا ما منتبهت له. قضية الإمام الحسين عليه السلام قضية العالم أجمع، مو من حقي أنه أنا أحتكرها إلى نفسي. بالعكس، أنه خدمة الإمام الحسين عليه السلام بقدر ما أستطيع، هو هذا فعلا تكليفنا الشرعي الحالي، خاصة نحن سكان كربلاء. الإعلام الكربلائي، النساء الكربلائيات، كل هذه الحالات احنا الان عباره عن قلب نابض للامام الحسين عليه السلام. ان شاء الله. فهذا جدا ضروري، يعني هذا تكليفنا، يعني سواء كان لسكنه محافظه كربلاء او محافظاتنا العراقيه العزيزه او كل بلدان العالم، شيعة اهل البيت عليهم السلام الخلص والمؤمنين والموالين في شتى بقاع العالم، في هذه الايام واقعا تطلق طاقاتهم وامكانياتهم ونشاطهم حتى أفكارهم. نجد أن هناك تنوع في الأفكار، تطور في الأفكار عام بعد عام، أنه في العام السابق كذا من الأمور التي تقدم لخدمة الزائرين، وأيضا في قضية نشر أنه مبادئ مولانا سيد الشهداء عليه السلام. في هذا العام وجدنا واقعا صور مختلفة وتطور آخر جديد، يعني على المستوى التبليغي أو على المستوى الإعلامي، وسائل الإعلام اليوم المتواجدة على أرض كربلاء الحسين عليه السلام التي تغطي هذا المشهد العالمي وهذا التجمهر المليوني إن شاء الله في كربلاء الحسين. فما هي إلا مظاهر وصور عن إعلان الولاء الحقيقي لآل بيت محمد سلام الله عليهم أجمعين. أستاذ فاطمة، اليوم كيف بإمكان الإنسان المؤمن، وهذه رسالة واقع المشاهدين الأكارم لنا ولكل من يتابعنا إن شاء الله الآن، بهذا العمل نثلج قلب الإمام الحسين عليه السلام، تحصين المعتقد وتحصين فكر الإنسان من التيارات الباطلة والأفكار الباطلة بالأحرى، كيف يمنهج الإنسان نفسه؟ يعني كثير من القصص اللي نمر عليه بالتاريخ، هناك من يكون على الطريق السوي والطريق المستقيم، لكن نستجر بالله قد ينحرف بموقف من مواقف حياته أو في مرحلة من مراحل حياته فيزيغ عن الطريق الحق.
فكيف يستمر الإنسان ويتوالى بتحصين أفكاره ومعتقده ومبادئه إن شاء الله؟ متى ما كان المكلف يعرض أعماله نعم. على القرآن الكريم باتباع القرآن الكريم، ويعرض أعماله على أحاديث أهل البيت عليهم السلام، راح يكون محصن. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن والعترة الشريكان أنزل منهاج كامل للتحصين. أنا إذا ما أعرف هذا الحديث شنو يقصد، أروح أسأل، أسأل أهل الخبرة، أسأل علماء الإعلام، أسأل طلبة العلوم الدينية، ماكو إشكال، لكن لا أظل تحت شبهة. هذه الشبهة منين جاية؟ جاية من قلة الوعي. هذا قلة الوعي منين جاي؟ جاي من أنا ابتعادي عن القرآن، أنا ابتعادي عن أحاديث أهل البيت عليهم السلام. لذلك إحنا دائما نشوف كربلاء لكثرة الخطباء أو لكثرة الإعلام قليل عندهم مسألة أنه الانحراف، انه الابتعاد عن الحقيقه، هذه الاشياء جدا قليله. انتم ماذا مبتلين به استاذه فاطمه حينما يسمع شخص معين حول التزام باوامر الله سبحانه وتعالى، وقد يكون توجيه من امام معصوم او من مرجعيه مقدسه، قد يتفاجأ ويقول انه ما لهذا الحديث من صحه. فلا نتحمل وزر هذا الأمر إن كان إن كنت أنت المقصر في البحث عن الحقيقة. صحيح. قد يتفاجأ ويفند أنه هذه المسألة الشرعية، ويفند قول الإمام المعصوم عليه السلام، وهو لا يعترف بتقصيره، فقط أنه بسبب ابتعاده عن الجادة الصحيحة والمقدسة. كثير من عندنا الآن ينهجون نهج القرآن أو ينهجون نهج أهل البيت عليهم السلام عن طريق الإعلام أو السوشيال ميديا، ما يلجؤون للكتب. هذا أول باب، وكان أكبر باب للهجمات على الإسلام. فأني إذا أريد فعلا أحصن نفسي أرجع إلى الكتب. الكتب كثيرة من الأشياء، كثيرة من الأحاديث اللي توضح لي أشياء مبهمة أنا ما كنت ألتفت لها. عكس البرامج، البرامج هي أول باب من أبواب الهجمات، من سهولة يعرضون علينا إشكالات. أنا شلون أعرف جوابها؟ البيجات أو الصفحات الرسمية التابعة طبعاً إلى جهات خاصة. أنا شلون أعرف إنه هذه المسألة صح أو خطأ؟ إما أرجع لأصحاب الاختصاص، إما أرجع للكتب. وغالباً ما الكتب ترى يعني صح، الفهم فهمنا إحنا كمسلمين موجود، لكن تشوفين صاحب الاختصاص يفهمه بغير طريقة ويوضح لك إياها بغير طريقة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آية قرآنية. كيف أصحاب الحسين فهموا الآية؟ وكيف أعداء الحسين عليهم السلام فهموا الآية؟ فهنا مسألة جدا مهمة، أنه أنا لازم عندي فن أنا شلون أكشف المغالطة، وأنه أنا شلون أرد هذه المغالطة. جدا ضروري. أحسنتم، الله يحفظ. أحسنتم كثيرا الأستاذة الفاضلة أم فاطمة الحيدري، نشكركم الشكر الجزيل طبعا على ما تم طرحه في هذه الحلقة. الأخت مديرة حوزة الإمام الحسين عليه السلام نسوي في كربلاء، نتمنى لكم التسديد والتوفيق بحق محمد وآله. الله يحفظكم، شكرا جزيلا لكم، حيا الله. إذن مشاهدينا الأفاضل، كما تعرفنا وإياكم، وأيضا استنتجنا من حديث طبعا ضيفتنا الفاضلة، أنه هناك مصاديق حقيقية ومصاديق عديدة ومختلفة للولاء. قد يكون الولاء لأهل البيت عليهم السلام يتجسد ويتمثل بكلمة، قد يكون بفعل، بخدمة الإمام الحسين عليه السلام، بنشر مبادئ وثقافة وفكر المولى سيد الشهداء عليه السلام. إذن إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، كونوا وإيانا وننتقل إلى محطة أخرى. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين ومتابعي برنامج ميقات الولاء، ورحمة الله وبركاته. في هذا الاستطلاع سنكون معكم والحديث حول ما هي طبيعة المتغيرات التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم، كيف يمكن أن يواجه الفرد المسلم جملة التحديات هذه، وهل يمكن أن تكون هناك علاقة تكاملية ما بين أداء الفرائض وزيارة الأربعين. كل هذه التساؤلات وغيرها ستكون معنا الست نور الجبوري الباحثة لتجيب عن هذه التساؤلات وغيرها من المستجدات أثناء اللقاء. بداية السلام عليكم ست نور، وعظم الله أجورنا وأجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله عليه السلام، رزقنا الله وإياكم شفاعته في الدنيا والآخرة. أحسنتم. اليوم ست نور، مع وجود الكثير من التحديات التي تعيشها الأمة الإسلامية، ويعني تتزامن هذه التحديات سنوياً مع زيارة الأربعين، وكون زيارة الأربعين عبارة عن مؤتمر إسلامي دولي غير مخطط له سابقاً، هو فطري بداعي محبة أهل البيت سلام الله عليهم وتجديد العهد والبيعة لهم. كيف يمكن أن نستثمر زيارة الأربعين في مواجهة هذه التحديات وعلى تقوية جانب العقائدي لدينا في أن نكون من المسلمين الذين يواجهون هذه التحديات؟ نعم، بداية هناك رحلة إصلاحية تمتد لأربعين يوماً، ابتدأت من العاشر من محرم حتى 40 أبا عبد الله عليه السلام. خلال هذه 40 يوما نستطيع أن نخرج بكثير من الأفكار، نصلح أنفسنا أولا، يعني بداية الإصلاح يبدأ من النفس، لأنه ورد في الآية الكريمة قوا أنفسكم وأهليكم. بداية القضية تعتمد على الإصلاح، يبدأ من النفس أولا، ثم نبدأ إلى أسرنا وعوائلنا، ثم إلى المجتمع برمته. قضية الإصلاح هو الشعار رفعه أبا عبد الله عليه السلام. هذه القضية الآن لو نسأل، هل نحن نقتدي بأبي عبد الله ونحن في أيام أبي عبد الله؟ هل نحن ثابتين وسائرين على منهجه؟ هذا الأمر لنجيب على هذا التساؤل، مثلا نقول أن مهمة الأنبياء والأوصياء، وأبا عبد الله عليه السلام هو أحد هؤلاء الأوصياء، أحدى وظائفهم ومهامهم هي قضية الإصلاح، وقضية الإصلاح تبدأ من الإنسان ثم إصلاح مجتمع برمته على كافة الأصعدة. قضية الإصلاح هذا الشعار الذي رفعه أبا عبد الله منذ أن خرج من مكة ومن مدينة جدي رسول الله، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، إلى أن يقول لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كافة الأصعدة، لا يقتصر الأمر على الجانب الديني والتوعية العقائدية. نعم هي الأساس، لأنه لو نلاحظ أبا عبد الله ركز على الجانب الديني، لكن إصلاحه كان على جميع الأصعدة، ابتداء من الفرد المسلم، ابتداء من مدى محافظته على مواعيد الصلاة مثلا، وقضية عقائدية، وانتهاء للإصلاح بالمجتمع برمته على الصعيد الفكري، على الصعيد الثقافي، على الصعيد العملي، على الصعيد السياسي أيضا. فهو سيد الثائرين كان قد مثال المسلم الذي أحاط بالقضية من جميع الجوانب، لكن أنه لو نلاحظ القضية لا تختص بأبا عبد الله، هي ابتداء من رسول الله، هي مهمة الأنبياء والأوصياء ابتداء من رسول الله وصولا إلى زماننا هذا، ونحن في فترة في عصر الإمام القائم الحاضر الغائب. حديث واعي بصراحة ومليء بالشعور العالي بالمسؤولية تجاه ما تشهده الأمة اليوم. الست نور الجبورية الباحثة والكاتبة، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة لنا والحديث حول هذا المحور تحديدا. عزيزتي بصراحة المحور والحديث عن أبا عبد الله يطول عليه السلام، ونحن لا نتكلم إلا شذرات بسيطة ونقطة في بحر أبا عبد الله وتراثه العميق، نرجو أن يتقبلها منا، وكل الشكر موصول لكم. شكرا جزيلا لكم، وعظم الله أجورنا وأجوركم مرة أخرى. إذن مشاهدين الكرام، مشاهدي برنامج ميقات الولاء، تابعنا وإياكم خلال الدقائق الماضية والحديث حول طبيعة مواجهة التحديات وما هي السبل الخاصة بمواجهة التحديات اليوم المعاصرة التي يعيشها الفرد المؤمن. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وهذه عودة إلى الزميلة نهاوند العبودي وبقية فقرات البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه القلوب الوالهة والقلوب المحترقة شوقا وحبا وولاء لمصاب المولى سيد الشهداء عليه السلام، نكون الآن وإياكم وننتقل إلى فاصل، فكونوا معنا. Oh,
السلام على الحسين وعلى مولانا قمر بن هاشم أبي الفضل عباس عليه السلام. الآن بهذه الأجواء، أجواء الزيارة وأجواء أربعينية المولى سيد الشهداء عليه السلام والزائرين الكرام وخدمة الإمام الحسين عليه السلام، أصحاب المواكب وأصحاب الهيئات الخدمية، اليوم الكل يقدم ويعطي في طريق الإمام الحسين عليه السلام، فبذلك نحيي أمر أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. بهذا نكون وإياكم وننتقل الآن إلى فقرة إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، ألا وهي فقرة أحيوا أمرنا، فنكون وإياكم سوية ونشاهد معا. لبيك يا حسين إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لبيك يا داعي الله، لبيك يا حسين. نجدد لكم مشاهدينا الأكارم أحر آيات العزاء والمصاب بذكرى أربعينية المولى سيد الشهداء وأخيه أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فأعظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء، ونسأل الله عز وجل دوام التوفيق لخدمة المولى سيد الشهداء وسلامة الوصول، وندعو دائما إن شاء الله تعالى حفظ زوارنا الأكارم ويصلون بإذن الله تبارك وتعالى إلى مرقد الإمام الحسين ويعودون إلى ديارهم بذنوب مغفورة وزيارة مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى. نصل وإياكم وندخل إن شاء الله في فقرة أخرى، هي فقرة أحيوا أمرنا اللي تتناول مشاركة الأربعين أو مشاركة الزائر في زيارة الأربعين الخالدة، لكن بالتحديد مشاركة المرأة في هذه المسيرة المباركة. لكن بداية دعونا نرحب إن شاء الله في ضيفتنا الفاضلة المتواجدة معنا في الأستوديو، أم نور العلوية الفاضلة مبلغة في شعبة التبليغ الديني في العتبة الحسينية المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل العظيم على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، إلا هو ذكرى شهادة الإمام المولى أبي عبد الله الحسين وذكرى أربعينيته صلوات الله وسلامه عليه ورجوع السبايا إلى كربلاء. إن شاء الله تعالى أثقل الله ميزان أعمالكم وحسناتكم وأحسن الله لكم العزاء في هذه المصيبة والمصاب الجلل. إن شاء الله نتناول ضيفتنا الفاضلة وأكيد مع مشاهدينا الأكارم مشاركة المرأة اليوم في زيارة الأربعين، وأيضا أهميتها في بيان دورها كمرأة أم وزوجة وبنت وأخت، هذا ما نعرج عليه إن شاء الله ضيفتنا في هذه الحلقة. بداية، ما أهمية مشاركة المرأة اليوم في زيارة الأربعين، وماذا تمثل برأيكم؟ كيف يمكن أن تعكس الصورة الحقيقية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ وهذا ما تطرقنا إليه في الحديث طبعا في الحلقات السابقة، أنه دور المرأة قد تكون هي مبلغة أو إعلامية، أو قد تكون هي مشاركة في موكب تشارك في خدمة الإمام الحسين عليه السلام. الحقيقة دور المرأة لا يقتصر أنه كون ما تحدثتي أو تفضلتي به. المرأة عندما تخرج وهي أم، عندما تخرج وهي زوجة، عندما تخرج وهي بنت أو أخت، وهذه طبعا كلها الدافع لها أنه مسيرة السبايا في الأربعينية. يعني زينب عليه السلام كانت أخت عندما خرجت، وكانت عمة لمعصوم، أم وهب كانت أم عندما شاركت في الطف، السيدة رملة، السيدة ليلى، السيدة الرباب كانت زوجات وأمهات للشهداء الذين خرجوا في زيارة الأربعينية. إذن عندما تخرج المرأة هي تستلهم هذه الدروس والعبر من السبايا الذين خرجوا، يعني حتى الأطفال الذين يخرجون في مسيرة الأربعينية كالسيدة رقية، هي بنت كانت للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كانت تمثل الدور الإعلامي، أنه هذه الطفلة هي دافعت عن ثورة أبيها أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فعندما تخرج البنت الصغيرة التي يعني تبلغ من العمر 4 أو 5 سنوات وهي تنصر السيدة رقية، تقول لها أنا على خطك أسير، أو عندما تخرج امرأة مع أخيها تقول لها أنا أسير يا سيدتي يا مولاتي يا زينب على خطك، وأنا أحافظ على الأخوة التي بيني وبين أخي. تجدين اليوم في مع الأسف في هذا الزمان كثير من
من التقاطعات وكثير من قطيعة الرحم موجودة في هذا الزمن نتيجة العفو المشاكل والظروف المحيطة بالمجتمع. لكن عندما نخرج إلى مسيرة الأربعينية، مسيرة الأربعينية ترجعنا إلى الأصل، ترجعنا إلى الوحدة. نعم. الله سبحانه وتعالى عندما يخرج الإنسان في مسيرة الأربعينية تحيطه العناية الإلهية، وهذه العناية لا تشمل شخص الإنسان وحده، وإنما تمتد لذريته، لأحفاده، لغيره، للناس اللي محيطين به. فأنا عندما أخرج كأخت في مسيرة الأربعينية أستذكر العلقة القوية التي كانت بين السيدة زينب عليه السلام وشقيقها الذي هو متولد من الأم والأب والإمام الحسين، إضافة إلى علقتها وحرقة قلبها على أخيها من أبيها الإمام أبي الفضل العباس صلى الله عليه وسلم. طيب من أين يأتي هذا الوعي ومن أين تأتي هذه الثقافة اللي تفضلتم بها أنه المرأة عندما تخرج إلى مسيرة الإمام الحسين عليه السلام لابد أن تتزود بثقافة عامة، وأفضل ما يكون هي الثقافة الدينية ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. نعم. خير مثال. وأيضا لربما أنه الثقافات الأخرى اللي بإمكان أنه تتعامل جيدا مع الآخرين ومع أبناء مجتمعها بصورة عامة. أول شيء هذه تيجي عندي من الفطرة. يعني من الفطرة مثلا أتولد من أبوين مسلمين شيعيين محبين لأهل البيت. نعم. إضافة إلى أنه يعني عندما أرتضع اللبن من والدتي هي تقوم بإرضاع حب علي صلوات الله وسلامه وأهل بيته صلوات الله عليهم. إضافة إلى أنه أنا عندما أقرأ سيرة السيدة زينب وسيرة أهل البيت كيف كانت الأسرة محافظة على هذا الترابط وهذا التواصل وارتباطها بالله سبحانه وتعالى. يعني السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه عندما كان في يوم الحادي عشر من المحرم في الليلة التي سبقتها أوصاها الإمام الحسين قال لها أخي لا تنسيني في نافلة الليل. إذن هو يعلم علم اليقين أن السيدة زينب رغم هذه الظروف التي ستحيط بها وتلك المآسي والآلام التي في الظاهر هي الذل وهي يعني انكسار، لكنها في قمة الشجاعة وفي قمة انتصار الدم على السيف. السيدة زينب كانت محافظة على صلاتها. إذن أنا ارتباطي بالسيدة زينب من خلال مطالعتي لحياتها، من خلال حضوري للمجالس وأنا منعومة أظفاري وأسمع عن مصيبة السيدة زينب وكيف إنها كانت مرتبطة بأخيها وكيف كانت هي إنسانة عالمة مثقفة. هذا كله يتولد عندي منذ نعومة الأظفار إلى أن أكبر، فيكون ارتباطي أقوى بالسيدة صلوات الله وسلامه عليه، إضافة إلى القدوة الأساسية اللي هي السيدة الزهراء، إضافة إلى أهل البيت وكيف تكون هناك هذا الترابط بين الأخت وأخيها، كيف الترابط بين البنت وأبيها. نعم. كيف الترابط بين البنت وأمها، هذا الترابط الأسري الذي يحاول الأعداء أنه يسلب من عندي هذه المسألة ويحاول أن يفكك أسرتي كما في الغرب. الغرب مفكك أسريا فيريد أن يعكس تلك الثقافة السيئة على مجتمعي، لكن أنا بالفطرة عندي هذا الأمر أنه ارتباط بأهل البيت، فكذا فبالتالي عندي هذا الترابط الأسري. إضافة إذا قلت لك حضوري للمجالس، حضوري في زيارة الأربعينية يعكس. نعم. عندي هذه الثقافة، ثقافة أنه أكون دائما على خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أحسنتم. علوية طبعا أنه خروج المرأة لزيارة الأربعين واستلهامها من دروس عاشوراء ومن مواقف السيدة زينب عليه السلام. هذا بحد ذاته وكما يعلم الجميع أنه يحتاج إلى إرادة وعزيمة. نعم. وإصرار واتخاذ. نعم. قرار صحيح. نعم. وصارم هذا القرار بحيث أنه الإنسان يريد أن يتغير. نعم. في من خلال طبعا هذا المسير. نعم. ربما أنه يستغرق أيام أو أسابيع أو أشهر. نعم. على حساب طبعا أنه المنطقة اللي تبعد عن تبعد. كربلاء. نعم. المقدسة. نعم. فبالتالي هذا لا يأتي من فراغ ولا. نعم. يأتي من قد يكون إرادة الإنسان الضعيفة. نعم. خروج المرأة اليوم بالتحديد ماذا تحتاج لكي أنه تعزم على هذا التغيير إن شاء الله، لأن مثل ما تفضلتم المرأة الخارجة اليوم والمشاركة بالأحرى والمساهمة في زيارة الأربعين تكون هي الأم والأخت والبنت والزوجة. نعم. وإلى آخر من أدوار الحياة اللي طبعا تشغلها المرأة. نعم. فمن أين يأتي أنه أو من أين تأتي أنه بذرة التغيير المرجوة في زيارة الأربعين؟ الحقيقة هي عندما تخرج المرأة إلى زيارة الأربعين يعني تكون عندها في الحسبان أنها تتحمل كثير من المشاق والصعوبات وأنها تريد أن تتحول نحو الأفضل. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه حتى يتكامل. نعم. الآية المباركة عندما تقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله يريد مني التكامل. فعندما تكون كثير من الممارسات السيئة والأخطاء الموجودة في حياتي عندما أعزم على الخروج إلى مسيرة الأربعين مع
التحديات، تحديات الظروف الجوية والمناخية والمسير ومشقة المسير إلى كربلاء. إذن أنا أريد هذه الإرادة في داخلي أن أتغير نهائيا. عندما أقول أنا خرجت لنصرة الإمام الحسين، عندما أقول لبيك يا حسين ما معنى لبيك يا حسين، أي أنني يا أبا عبد الله أريد أن أسير على خطك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكي. عندما أذهب إلى طريق أمير المؤمنين وإلى طريق الحسين، إذن أنا أخل يعني أضع في الحسبان أنه كثير من المشاق وكثير من الأمور تكون الصعوبات تواجهني في هذا الطريق وهو طريق الحق. فهذا التغيير يأتي من داخل الإنسان، إنه أنا أريد أتغير نحو الأفضل. ارتباطي بالسيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه، ارتباطي بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، أريد أن أصبح نموذج مزخر من السيدة زينب. أنا لا أصل، يعني كثير من الزائرات تقول أنا لا أصل إلى السيدة، وهذا زينب ما نسمعه دائما طبعا. نحن نقول لا، طبعا لا تصلي، لأنها هي معصومة بالعصمة الصغرى وهي من بيت النبوة، ولكن أنا أريد أن أكون نموذج. عندما يعني أمشي في الشارع، الناس من خلال سلوكي، من خلال مشيتي، من خلال حديثي، من خلال حجابي، تقول هذه زينبية. يعني أنا عندما أخرج لي وأتحمل تلك المشاق والسفر والجوع والعطش وغيره، وأنا لا أريد التغيير، إذن فالأجلس في البيت الأفضل، لا يعني لا أخرج للمسير. خروجي للمسير هو لطلب الإصلاح، والإصلاح في داخل النفس يكون أول، حتى ينعكس على أسرتي، ينعكس على المجتمع بصورة عامة. إذن يجب أن تكون هناك إرادة قوية عند الإنسان للتغيير، يعني لا يخرج. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعندما أقول أنا سأذهب لمسيرة الأربعينية، عند خروجي يجب أن أحدد الهدف. لما خرجت؟ خرجت فقط للتسلية، أم خرجت لطلب الإصلاح، للتغيير الشامل من داخل نفسي حتى ينعكس على أسرتي، فبالتالي ينعكس على المجتمع، وتكون عندي كثير من الأمور والثقافات. عندما أمشي في هذا الطريق أبث أخلاق أهل البيت، أبث كثير من الأمور التي تؤدي إلى صلاح هذا المجتمع. أحسنتم. إذن التغيير هو المطلوب منا جميعا علويتنا الفاضلة كمشاركين إن شاء الله ومساهمين، وأيضا نقدم العطاء في هذه الزيارة. ونخلي بالنا يعني العفو ستنها وين، مسألة جدا مهمة وأنا دائما أكد عليها، هذا الغزو الفكري. يعني أنا كثير من اللقاءات وكثير من المحاضرات أؤكد على هذه المسألة، لأنها يعني تأثر بي حيل. مسألة أنه أحد الكتاب عندما قرأ سيرة الإمام الحسين ومعركة الطف، ركز على شخصية مهمة وهي زينب. إذن ركز على مسألة المرأة، قال أنا أريد أن أحرف المجتمع الغربي، حرفته من خلال المرأة. اليوم المجتمع الغربي منحرف من خلال من؟ من خلال المرأة، بالمناداة بالحرية والمساواة والانفتاح على العالم. فقال هذا الأمر لا يكون لنا نحن الغرب، نحن لا نريد أن يكون هناك مجتمع إسلامي وهناك امرأة يعني تحافظ على عفتها وشرفها، نحن نريد أن نضرب المجتمع الإسلامي بالصميم. من خلال من؟ من خلال المرأة. قال لأنه في كل امرأة شيعية توجد زينب، سلام الله، في داخلها زينب، فأنا كيف أسلب زينب من عهد؟ قال يزيد يمثل الغرب كله بشرب الخمر والمجون والفسوق والفساد وغيره، والإسلام يتمثل، ما قال يتمثل بالحسين، قال يتمثل بزينب. زينب لأنه امرأة، زينب هي الأخت وهي العمة وهي الزوجة وهي الأم وهي كل شيء، هي المحور كله. فكل وحدة من عندنا، إحنا الشيعيات موجودة زينب في داخلها، كل مسلمة موجودة زينب في داخلها. فقال أنا أضرب الإسلام بالصميم من خلال سلب زينب، وهذه مسألة جدا خطرة وجدا مهمة، ويجب أن تنتبه كل النساء، مسلمة أو غير مسلمة أو شيعية بالمعنى الأخص. اليوم احنا نقول مسلمة بالمعنى الأعم، ولكن شيعية بالمعنى الأخص، كيف أنه الغرب متربص لي حتى يسلب مني الإسلام. فاليوم مطالبة المرأة من خلال زيارة الأربعين تتسلح، تعكس الصورة الحقيقية من خلال طبعا المحطات الفضائية ووسائل الإعلام. اليوم ترصد تحرك المرأة كزائرة وكمبلغة وكإعلامية. اليوم طبعا ما نرجوه ضيفتنا الفاضلة، وأكيد طبعا هذه الرسالة موجهة لكل المراكز النسوية، المراكز الثقافية، عتباتنا المقدسة إن شاء الله تجند الطاقات والإمكانيات العطائية الفكرية والثقافية باستثمار وجود المرأة اليوم
ومشاركتها في زيارة الأربعين. نعم. لأن مثل ما تفضلتم هناك عيون سلبية ترصد نعم. المرأة وبالتالي أنه تريد أن تهدم مبادئ وكثير الدين الإسلام. من المندسين نعم. في خلال زيارة الأربعينية تجدين كثير من المجندات يعني نعم. تدخل في داخل هي يعني مأجورة كما الأقلام المأجورة، هي تدخل في داخل الزيارة الأربعينية من خلال مسيرتها مع النساء وتبث السموم، تبث الأفكار السلبية، تبث أنه روح أنه المرأة تكون منفتحة يعني ولها حرية مطلقة، المرأة لا تمنع أنه تكون محجبة، اليوم أنت محجبة وأنا محجبة وأنا نتحدث للعالم أجمع ونبث أفكار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، لكن كثير من يجب أن أكون منتبهة كزائرة وكمبلغة وكعاملة في مجال الإعلام وكثير من الوسائل، ولكن أركز على مسألة الزائرة، أنه عندما أسير في خط أهل البيت وهذه المسيرة المليونية لزيادة الأربعينية يجب أن يكون عندي وعي تام وكامل أن هناك مندسين يحاولون أن يسلبوا مني هويتي الشيعية وهويتي التصدي والدفاع عن العقيدة والمبادئ إضافة إلى عملي أنا وأنت في بيان كثير من الأمور. أنا كزائرة اليوم ما عندي ذيك الثقافة أخرج، يعني تشوفين كثير من النساء يعني ثقافتها محدودة فقط مختصر على البيت الطبخ التنظيف غيرها ما عندها هاي الثقافة، فأنا لازم من خلال بيتي عندما أخرج يكون عندي هذا التسلح من داخل البيت. يعني مو شرط أنه أنا لربما بعض الرجال ما يقبل زوجته تطلع أنه تروح مثلا دروس فقهية أو هاي، لكن هناك أكو كثير من وسائل الإعلام اللي تبث لي حلقات نعم. الفقه وحلقات أنه تتحدث عن مسيرة أهل البيت فيكون عندي ثقافة من داخل بيتي، عندما أخرج يكون عندي ثقافة عالية وعندي وعي تام أنه هناك من يريد أن يسلب مني الهوية الشيعية والهوية الزينبية نعم. نعم. فالحفاظ وهذه مسؤولية والحرص طبعا على بيضة الإسلام من نعم. خلال العقيدة والمبادئ هذا مسؤولية طبعا الجميع جميل. الأستاذ الفاضلة أم نور مبلغة في الشعبة التبليغ الدين النسوي التابع للعتبة الحسينية المقدسة، نشكركم الشكر الجزيل وأعظم الله أجوركم مرة أخرى. شكرا لكم وأعظم الله لنا ولكم الأجر، شكرا جزيلا. حياكم الله. حياكم. طبعا نتقدم بأحر المواساة والعزاء إلى طاقم البرنامج مشاهدينا الكرام لكي نلتقي بكم على حب الله تبارك وتعالى وعلى تمام الحب والموالاة لأهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين في حلقة جديدة قادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم بحفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.